البيان هذا ليظهر علي بن شيخ بأنه القانون واضح وضوح الشمس. أعطيني البيان عادل من فضلك إن أمكن. ما علينا شروا في الطريق راهو يطيب البيان أو القانون وش يقول حول الأمور السياسية هذه باللغة الفرنسية مقبلة ربما وريناها لكم باللغة الإنجليزية. أعطيني البيان وش يقول في لالوا 4 ألينيا 5 سلوغو ديكلاراسيون ايماج اي بوبليسيتي واش يقول ليكيبمون معناتها العتاد الرياضي نو دوا بريزونتي اوكان سلوغو ما كان حتى شعار انسكريبسيون حتى كتابه ايماج حتى صوره ا كاركتير بوليتيك يعني لا صوره ريليجيو او بيرسونيل يعني ما عندكش الدروه دير حاجه دينيه حاجه سياسيه وحاجه شخصيه. Les joueurs ne sont pas autorisés à exhiber de slogans. هذه كيما كنت تحدث مقبل داروها بعد قضيه ابو تريكه ربي يذكره بالخير قالك ما تزيدش دير لي سلوغون ميساج او ايماج ا كاركتير بوليتيك ريليجيو معناتها سياسي ديني او شخصي او بوبليسيتير ما عندكش زعما دير انت ماركه رياضيه ولا تحطها تحت المايو ترفدها وتقول ما عندكش دروه هذه المايو ما تقدرش يكون فيها هذا الشيء او بوبليسيتير سو لور سو فيتمون autre que le logo du fabricant. Le logo, c'est le fabricant. Il y a des Nike, Adidas, Puma. Vêtements, en cas d'infraction, le joueur ou l'équipe sera sanctionné par l'organisateur de la compétition, par la Fédération nationale ou par la FIFA. Qui fait le jour où tu dis que l'amour est très bien, mais il y a des choses qui disent que c'est une carte ou une carte de la donc on dit, ou l'abord de ذلك Amin Access, لو حبيتوا باش توريو الامر هذا بعت لك ميساج تاع واحد مغربي ماشي جزائري هذا مغربي عادل ان امكن تعطيني الميساج تاعو راهو يوجد فيه دوك نشاهدوه مغربي يتحدث عن هذه القضيه ويؤكد هذه الافتراءات امين اكساس القانون يعني بوهت الذين كفروا القانون واضح شوف رضوان القانون واضح واني قلت لك هذه حاجه مدبره باسكو لاستعمال احنا في حاجه تاع سياسه مين تايا احنا نلولو اليوم شكون النوم حنايا احنا دوك المغاربه قلنا باللي حاجه مدبره ورئيس الفريق تاعهم رئيس الفدراليه باين حكايه قاع الجزائريين قاع يعرفوها الراي العام انا نضر لك لاكاف انت موتسيبي كيندون انا بور موا ما عندوش شخصيه قويه موتسيبي هذا باسكو وين انت دي جون يحكموا فيك وانت مسير تاع لاكاف اسمها حاكم قاع افريقيا وما تقدرش ما عندكش جرأة باش تدي باسكو القانون واضح تدي ان ديسيزيون تدي قرارات يعني وين اسمع وين ثاني الجزائر انت واش قلت مقبيط عندنا حنايا علاقه مليحه مع جنوب افريقيا نعم وجنوب افريقيا كيما على جنوب افريقيا كيما على بنا كاع نيلسون مونديلا وين كيما نقولوا حنايا رجل ثوري رجل يعترف به العالم كامل يعترف به العالم انت نورمالمون تمشي بالمبادئ تاع بلادك اليوم هذا الانسان هدايا انا بور مو ما عندوش شخصيه شكون انت وين احنا على بالنا بلي تولطون في المروك عنده مصالح عنده مصالح مصالح شخصيه مع عنده شركات مع شركات كدا دونك انت اليوم القانون حنايا علاش اليوم نهضروا نقولوا بلي ما نخافوش ما من اتحاد العاصمه ما يخافش من هذا المشكل باسكو كي يقدروا الكافي يعاقبوك خويا ومن بعد وكيعاقبني ولا معناتها تعاقبني بحاجه في اطار قانوني لازم هنايا دوك هنايا لازم نلقاو حل لازم سواء الفيدراليه تدخل بون الفيدراليه بالطبع راح تدخل سمير ما تقوليش وتكون عندنا مواقف باش نخرجوا بنتائج ايجابيه واضح. اعطيني ما ورد على لسان مغربي يعني هنا تظهر الحقيقه للعيان ان امكن اعطيني ما غرد به هذا المغربي إلى راهو موجود أم لا عادل دقيقة معليش يا سيدي أمين أو علي بن سمير العماري هل تعتقد راك تقيل شوية سي عادل لا راك تقيل لأنه عندي رسلت لك منذ قليل سي لي زاليا دي ديريكت نعم مباشر سي با سامبل أوسي تفضل أمين ربما على البيان اللي وضحناه منذ قليل أو القانون للمادة اللي شاهدناها منذ قليل جميع القوانين الدولية في جميع الرياضات يكمبري كما قال قاسم قبيلات لاشار أولمبيك
تمنع تسييس في الممارسات الرياضية. وأكثر من ذلك أردوان لينيو أفريكان عنده موقف واضح في شأن القضية الصحراوية. لماذا اليوم كيفاش لاكاف البواتر علي كونتر لا بوزيسيون دو لينيو أفريكان؟ هذا هو الشيء. اسك لاكاف أصبح دمية أو بوان ولا تعترض المواقف المعروقة المعروفة في إفريقيا، من بينهم كما قال أقصص لا بوزيسيون دو لافريك دو سود. جاني جاتني رسالة الآن، رانا على المباشر. أمين سامحني، جاتني رسالة هنا محمد قاسي سعيد، ما هو حق رسالة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم. نهضة بركان لا تملك إلا قميص واحد اللي قدموه اليوم، ما عندهمش الأقمصة كلها متواجدة على مستوى مطار هو ريبو مدين. قال لك لادوان لازم تطلق فوالا، قال لك لازم عنده بصح كيفاش قدروا يخرجوا هذاك المايو؟ لا ما خرجوش اردوان. واحد كان عنده تاع جوا ولا تاع ديليجون، عنده واحد. انا كنت نقول لك لي مايو محجوزين في لادوان، عندي معلومه وانا اكدت لك المعلومه وبارك الله فيك. خلينا نسمعوا او نشاهدوا ما كتبه هذا الزميل المغربي. علاش قلنا الشعب المغربي ماهوش كله موافق على هذا الامر؟ هذا حميد المهداوي مغربي، دار ان تويت او سجل هذا البوست اليوم تويت. وقال تويت: سؤال بسيط، لماذا لا يلعب المنتخب المغربي بالخريطه كامله في كاس افريقيا وكاس العالم؟ قال لك منتخب المغرب لعب كاس افريقيا مؤخرا ولعب كاس العالم. قال لك بما انه هذه الخريطه موجوده وهذه الخريطه الوهميه على حسابهم كاينه، أليس المنتخب المغربي أولى بالخريطة أمام أنظار العالم؟ قال لك تهريجكم أرجع المغرب أضحوك أمام العالم. قال مريت مضحكة أمام العالم. هذه مش جزائري قالها، هذه قالها زميل مغربي هو اللي قال وليت أضحوك. استحوا من فضلكم، هذه مباراة كرة القدم، عرس مغاربي، مركونا مسيليما لأنكم تجاوزتم كل الحدود. أمين مقبلة سعبة تكلم على حاجة قلت تكلمت سمعتك لونيو افريكا. علاش تروح لونيو افريكا؟ ما نروحش انا لونيو افريكا. علاش ندخل في السياسه؟ احكي لي كره قدم، انتم واش دايرين قانون تاعكم في كره قدم؟ لاكاف علاش يا اخي؟ لاكاف راكو درتو بيان وعندكم قوانين لازم تبقوها، لازم تبقوا القوانين. وعلاش نروح للطرف الاخر؟ انا نحكي كره قدم. لا لا بوزيسيون اليوم تاع لاكاف هاد لافير راهي مناقضه مع لابوزيسيون تاع لي زافريكان، مناقضه مع روحها بيان سور. مع روحها دونك لهنايا كاين بميكلايين كيما يقولوا كيما يقولوا في قرب كاين دو بو دو مس. يعطيك الصحه. بصح لا واش نضحك انا؟ لا تويت يضحك. لا 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 كيتكلموا زعما غير لاكاف. لا فيفا تعدى عفست هذا القانون صح. لا فيفا لو ار اس اس كاليفي كوب دي مون، خلاهمش يروحوا كوب دي مون صح. الور كو لوكران اللي كران وكدايا وكدايا وما يعرفوش منو طرف في قناتك، خلوهم يبارتيسيبي. ميم لا فيفا راهي تعفز او لي جوز اولمبيك، قال لك الروس ما تكونش حاضره. فرنسا قالتها صح، فهمني؟ بانيير نوتر باسكو سي ولات سياسه مصالح. ما بقاتش هذيك القوانين يتبقوا لو مون درك، ولا ما يتبقش القوانين ولا طاقة من طاقة اللي قوية كل صغيرة. هذا ما كان. وما تعليقك على ما قاله هذا المغربي؟ لا كلام صحيح عنده الحق وصح. لا يوليدي هذه احنا ما خممنا لاش ويلي كيف ناسيونال تلعب كوب ديموند. كوب ديموند كوب ديموند وعلى ما تلعبش بها باسكو من بعد تما تدخل لافيفا. تدخل كان لافيفا ممكن لافيفا ممكن ولا يدخل تما ممكن. ما نعرفش ما تلعب خارطة. ما انا منش انا والله ما انا منهم قاع يمشي وقاع يمشي وعلى كروشهم قاع تول موند. دونك ممكن كوم ممكن يقولوا لهم نو نحيوا هذا الشيء هذا. ولكن احنا ما يهمش، احنا اللي يهمنا لا بوزيسيون تاعنا. بوزيسيون تاعنا اللي فيرم لا رجوع، ما كاش اللعب لا تمسخير لا والو. ولا انتم موالفين موالفين امور تسلى حبس. احنا لا احنا هكا تحبستم. انا برانسيب نمشيو عليه رابحين لا خاسرين، مين نمشيو على البرانسيب هذايا.
وبإذن الله نتمنى قلت لك برك لاصال نولي ويولي والله ريزون يتغلبوا لا ريزون يخموا لأن لي شكون اللي راح ينقص ينقصوا الدراري لي دو زيكيب كساسو لي سما والجوار تاع بركان هادو مام لي جوار تاع المغرب وكاين جوار يو 17 هنا راح يزيدوا يلعبوا لا اللي رايحين يلعبوا المشكل هذا هما دركاتكم بيناتهم جو سي سكو سي اوني فوتبالور نعرفوا شنو هاد احنا وعلاش دخلونا في السياسه كي يقصروا بيناتهم مادا بهم يجيو يلعبوا يديروا مصلحهم ويستناو الروتور يزيدوا يلعبوا ويفرحوا كاع بها وعلاش ديرونا في هذا المشكل هذا والله غير الله غير ما محمد قاسي سعيد بما أن الأمر مفتعل محمد وسمير وحتى أمين لماذا لم يتم هذا الأمر أو لم يحدث مع منتخب أقل من 17 سنة المتواجد بالجزائر ولعب مباراة الجزائر والمغرب أعطينا الصور إن أمكن لقاء الجزائر مع المغرب لو هادوم يحوسوا على المشاكل علاش هاو الماتش تاع المغرب مع الجزائر هاي لك لعبوا بالمايو تاعهم واستقبلوا أحسن استقبال هاي الجزائر مع المغرب لقاء انتهى واحد مقابل واحد اعطينا باقي الصور ما شفنا لا خريطه لا سينما كما قالهم سيد مقبل المغربي الاولى هو المنتخب المغربي اللي يشوفوه كامل كيفاش انت تلعب ماتش هنا في الجزائر جاو ولعبوا هنا راهم يلعبوا مع الجزائر واحد واحد وعندهم غدا مباراه واحده اخرى وعندهم مباراه ثالثه راح يلعبوا ثلاث مباريات او اربعه علاش كل هذا الشيء يعني هنا يزيد يظهر النيه الخبيثه لمثل هذه الامور لا مع المنتخب هذا اقل من 17 سنه ما يديرش ضجه كبيره رضوان وانت تكلمت وقبل تكلمنا في الكواليس يعني غدوه ان شاء الله حتى التلفزيونات العالميه كلها راح تسني هذه القضيه هذه خاصه اللي شرى الحقوق تاع البث يعني راح يدير ضجه كبيره بهذه القضيه اليوم احنا نعرفوا نوايا تاع السي القجع فوزي يعني نعرفوه من بكري نعرفوه واش يعمل يحوس على المشاكل هو يدير ديبيت شو رضوان ويدير تحولات لان عنده مسرحيه روي عنده مسرحيه عنده مشاكل تماك داخل المغرب ما بين يعني الشعب ديالهم يقول لك خلينا نديروا قضيه كيما هذه نساو المشاكل اللي داخل المغرب ويلتهوا بكره القدم ولكن احنا نعرفوا الدوله الجزائريه ماشي تكلم غير الدولة الجزائرية ولا لا رئيس تبونا حتى الشعب الجزائري ما يقبلكش يمشي مع الاتحاد العاصمة وحنايا نساندوا اتحاد العاصمة كما قلت انت يا يروحوا فورفيهم بعد يروح المشكل ايه بصح علاش شوف نروح فورفي وما ما 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 يطيحش النيف ديالي هذا هو حنايا نعرفوا هذه الريفلكس على الجزائرية نخسر وما ما 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 يطيحش النيف تاعي